ترند الاهلي واولى فقرات حلقه اليوم من الترند، ونشوف ايه اهم الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في السوشيال ميديا. تحديدا نبتدي بحساب دوري ابطال افريقيا على تويتر، واللي قال 20 يوما في تنويه على عدد الايام المتبقيه حتى انطلاق المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا امام نادي الزمالك، الاهلي والزمالك. النهائي زي ما بيقولوا نهائي القرن، هو فعلا يستحق هذا اللقب، لكن في كل الاحوال ركز معايا، في كل الاحوال انا مش عايز اضغط على الفرقه، انا عايز بس انقل لهم ثقه الناس فيهم، انقل لهم ثقه الجمهور في اللاعبين. مباراه قويه، نادي الزمالك نادي كبير ومحترم، الاهلي بيكن ليه كل التقدير والاحترام بالنسبه للاعبيه وجهازه الفني، تقدير واحترام كامل وامكانيات كبيره نادي الزمالك، ولازم الفريق اللي انت هتلعبه تديله الاحترام الكامل، وباذن الله ربنا يوفقك في التعامل في هذه المباراه وتقدر تفرح جمهور الاهلي. فانا بنقل لهم بس ثقه الجمهور فيهم، وباذن الله يكونوا موفقين. خلينا نروح للي خبر التالي، وبالتحديد من يلا كوره وتاريخ مواجهات الاهلي والزمالك في افريقيا، في افريقيا تميمه حظ ولا هزيمه. وهنا بيتكلموا على بعض الارقام التاريخيه، وهو هيفضل الحديث خلال الفتره الجايه عن هذه المباراه طبعا، شئت ام ابيت ده الطبيعي اللي هيحصل، يعني لان هي مباراه مرتقبه بكل تاكيد. فهو قال لك ان الاهلي واجه الزمالك خلال اربع نسخ سابقه لدوري الابطال، اعوام 2005 و2008 و12 و13، انتهت جميعها بتتويج المارد الاحمر بطلا للمسابقه، ونتمنى يعني يكون برضو البطوله دي على نفس غرار البطولات السابقه. وطبعا كان ده مش مقياس، لكن هي ارقام يعني واحصائيات يعني، فده ابرز شيء يعني. الاهلي لم يعرف تعمل هزيمه امام الزمالك في البطوله الافريقيه، خمس مباريات اتعادلوا في ثلاثه منهم والاهلي فاز، يعني ارقام كتير بخصوص هذه المباراه. طيب ولسه هتلاقوا ارقام اكتر هتكون على مدار الايام اللي جايه حتى موعد يوم المباراه يوم 27. الوطن سبورت على تويتر قالوا ان الاهلي ينتظر رد الجبلايه وكاف لحضور الجمهور نهائي افريقيا. كل الامور دي لم تحدد بعد، كلها مجرد اجتهادات، وكله هيكون مترتب على الاجراءات الاحترازيه وعلى مدى تفشي فيروس كورونا والموجه الثانيه وايه اللي بيحصل. طبعا ربنا يشفي ويعفي الجميع ويسلم الجميع ان شاء الله من هذا الفيروس في الموجه الثانيه تحديدا، وبنشوف الاعداد بتزيد ان شاء الله باذن الله الامور تكون بسيطه على الكل.